라이브! السلام عليكم حبايبي كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد شباب اليوم التحدي عبارة عن يزن قررت اسوق يسوق السيارة وهو مطمش عيونه والله يستر انا وشهد راح نكون دورنا الاكبر الواحد بده يدله على الخطأ وواحد بده يدله على الصح لازم يشغل احاسيسه ويعرف مين مننا معه ومين ضده اوكي اللي بيخسره مثلا اذا خسر هو وشهد دلته على الطريق الخطأ واتبعه هو طبعا شهد راح تكون هون الشيطان راح تدله على الطريق الخطأ انا الشيطان ما هون المغزى المغزى شباب بنهاية هذا الفيديو بدنا نشوف اللي الشخص اللي بيخسر الاثنين مثلا شهد ويزن خسروني او انا خسرت شهد ويزن احكمكم يعني بدنا نحكمه لا وفي ثلاث احكام ما راح نقول لكم عليهم هلا ثلاث احكام بنهايه الفيديو لنشوف مين هو اللي راح يخسر وبفرجيكم شو هو الاحكام الصعبه خليكم معنا وصلنا هذا الفيديو 50,000 لايك انتوا جيش الاساطير وقدها خليكم مع الفيديو مشاهده ممتعه اوكي شباب مثل ما كنتم شايفين بلشنا الروم ونزلنا نحن هلا مشان ما نطول الفيديو اكثر من اللازم فلذلك هلا الاشاره اللي راح تكون هيك بيني وبين شهد شان يزن ما يسمع ومي يعرف مين الصح راح يدله مين الخطا الاشاره اللي هيك وباشر على شهد معناتها الصح وهيك الخطا تمام طيب انا هلا شو انت شهد مين انا اوكي تمام؟ يلا هلا يزن واحد مننا راح يدلك صح وواحد راح يدلك خطأ تمام انت قولي ايدي بس على الكبسات وين بدي امشي طيب هلا استنى هلا يا جماعة نحن حاليا بالحاويات راح نروح من الحاويات لروز هوك لانه خط الطيارة والزوم مشان ما يجينا يلا هاي بتمشي يلا نبلش يلا شاهد قولي لي وين انا يزن يزن هلا مين بتوصف انت اكثر لا تمشي جد انا راح اقول لك يزن راح اقول لك روح يمين اوكي شاهد وين اروح يسار وامشي يمين يزن وين لا. يسار شاهد روز هوك يمين اخ بدي خلص كمل متاكده توثق فيني كمل لا كمل دوس شاهد دائما بتاكل لك اكلاتك الطيبه شاهد يزن دوس شهد والله دوس عليك الامان دوس لك كبس سرعه بدك تسرع ما بصير هيك اول شغله ثاني شغله انت رايح خطا راح تروح تنزل بالمي هيك صح لا مي قدامك يا زن طاح شهد امشي لك يمين 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 يسار 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 هيك امشي اسرع يلا امشي اسرع ها يسار 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 يمين يا زن يمين 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 برافو هيك اسرع شهد شفت اني صح عم اقول لك يمين شفت يلا روح يمين يمين قلت لك يمين شفت عم تضحك عليه تو كان فيه لا لا وين شوف امشي لا يا خطأ يسار 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 شوي يسار لا امشي دوس 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 ما في شيء دول بابا انت تعرفني انا ما برد لك الخير خربطت لا وين انا دوس هلا انت فوق الجسر اقسم بالله لا عملت يمين شفت 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 ايه انت صوتك بيض وين رحت انا شفت انه انت في الحيط لا انا ضللت معناته محاولتين ضللك محاولتين اذا بتفوت فيهم باي شيء بتخسر يمين 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 لا دوس يمين يمين يا بطي ايه يسار شوي يسار يسار شوي شوي يسار شوي بس شوي بابا شوي يسار ايوه لا شوي يمين ايه دوس يمين ولا يسار؟ دعس خلص خليك دغري 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 دوس روح دور يمين 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 وين يمين؟ لا يسار يسار يزن يسار يزن يسار ايه دغري 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 مظبوط هيك ايه ايه روح روح ايه روح بابا قلت لك يمين لك وين شو صار؟ صار امتي. مرتين باقي لك محاولة محاولة بتخسر يزن اطلع مني بس دوس لا اسرع يمين يسار بسرعة 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 بدك تكبس سرعة يسار يسار شوي دوس دوس حطي لي ايده على الكبسات اي مظبوط اسرع اسرع يمين شوي دغري دغري يمين 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 شوي يمين مش خليني
دوس 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 يزن اذا خسرت شهد راح تعاقبني انا وياه. لا شهد يزن هي عم فوتتك مرتين بالسياره يزن دوس. لا اذا خسرت انت اذا خسرت راح تعاقبني الي ولك شهد. لا دقيقه وصل على رزقك وصل على رزقك رزقك سعد الله وصل. يلا يلا قوم احكمك قوم بس قوم. ايش مين قال لك اني انا كنت الخطا؟ فوتني بمرتين بالسجر لو فرق. مين اللي فوتتك؟ يلا يلا قوم قوم بس انا احكم بالله قوم. اوكي شباب رجعنا لكم مثل ما هو شايفين هلا يزن راح يعطينا احكام ونحن راح نختار منها. احكام نار تفضل بس اقعدها على الكراسي. شو محكمي؟ محكمي؟ شو يعني أخوك ابوك واخوك مين؟ طيب بس قبل ما تعطينا احكام تذكر بيوم من الايام توقع تحت ايدي بجلدك. والله ما روح ما بنسى لك المقلب اللي سويته فيني. يلا. طيب يلا رح اعطيكم ثلاث احكام حكم لنا. انت اعطينا احكام ونحن نختار. طيب بتختار مين؟ طيب يلا تمام. الحكم الاول الحكم الاول طبعا يا جماعه تتصلوا برفقاتكم تمام. مثلا انت برفيقك وشاهد برفيقته تمام وتحكي لها تتصل على هذا الرقم وتبصر بوجهه تمام. طبعا اتصل بحدا من اصدقائي ايه وقول له لا تتصل فيني وسكر الخط ايه. انت تتكلم قد وبركي حذرني هذا الزلمه ما خلينا بعد الفيديو اذا طلع على اعتذار. بعدين الساعه 5 هلا مين تكون فايق؟ 5 الصبح اذا انت نفذت له هالحكم اذا بيكون يوتيوبر بيكون احسن. 5 ونص الساعه ها اذا انت نفذت له هالحكم اذا بيكون يوتيوبر. هلا انت ما يوتيوبر العب العب يلا. طيب العب يلا العب يلا الحكم الثاني تكسروا على راسكم 500 ضغط انت او شهد اللي بعده. الحكم الثالث بسرعه. الحكم الثالث توقفوا على البرندة وتمدوا راسكم هيك واكلت قنينة مي على راسكم. انا تبع المي شهد تبع المي وانت تشربها بسرعه. 500 ضغط على راسي ولا اشربهم؟ 500 اشربهم لا على راسك. على راسي؟ اي لا بتصل بحدا. يوم يوتيوبر يوتيوبر مين مين بدي اتصل؟ يلا يلا اسرع اسرع. مين بدي اتصل؟ بابا ما شاء الله عندك كل ارقام اليوتيوبر. عندكم سيف عندك جيفارة عندك نانا عندك عزام شبعان. اختار لك واحد منهم. ابو عزام ابو عزام ما في غير ابو عزام بكون فايق. بس بركي ما عن جد ما تقبل المزح. لا لا بيتقبل. انا بحكي معه افتح سبيكر خلص نص بدك تفتح سبيكر يعني اسمع شو ردة فعله اذا كان فايق. يلا اتصل عزام يا فوز قولي شو قول له؟ قول له معلم بس زكاتك اليوم لا تتصل فيني. لا ما تتصل على هذا الرقم. معلم لا تتصل على هذا الرقم وبتفصل بالجهة. العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا يلا لا يا الله لا يا لا يا الكعبة لا يا الكعبة السلام عليكم حبيبي يا ابو نايم؟ لك انا ماني نايم انا هلا لما كنت بالمشفى اجيت مشان الصغير شفت مريض بس انت شو مسهرك لهلا؟ والله ما في شيء قاعد والله هيك دايخ خلقت لا اتصل فيك بس بدي اقول لك شغله زكاتك لا تتصل لعندي ثاني مره هلا دايخ اخلاقك محتار شو بدك تتصل لا يا حرام حرام رح اتصل والله عيب عيب لا 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 ما بصير لا بابا عليك بابا عليك ما لا فيديو لا 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 لك يا ابني ليك عم يدور لا بابا ربك لا امانه لا لا والله عيب والله لك شو لا ممنوع لا لا بالله عيب لك لا ما بصير ما بصير مرض مرض لا يا زلمه اسكتي يا زلمه فيديو رد رد يا لا يا بربك لا حرام حرام الله لا يعطيك عافية عليك عاد عاد بس عاد لا لا خلاص بعد الفيديو بعد الفيديو وشو بعد الفيديو انت بدك هيك فيلو حرام خلص يا ابو عزام والله بعتذر منك ابو عزام بشرف هذا الولد لياكل عقاب بشرف انت تنقي له اياه بعتذر منك الله يلا قومي نفذي الحكم تبعك بسرعة خليني اتصل بالزلمة ليك عم يدور يا والله عرب لكن هات الهاتف يلا يلا خليني بابا اعطيني بس عم يدق الزلمه والله حرام بس اجي بس ارجع ارجع
بس اشوف شو بعت لك، رسالة بعت لك. دايا دايا عم يدق. يا عم يدق افتح. يا لا لا ما بصير ما بصير ما بصير. طب افتح شوف شو بعت على الواتس الزلمة. طيب دايا بس بدي اشوف شو بعت لك على الواتس. دايا فصلوا. لا بدي اشوف بس ثواني، بس بدي اشوف بعت لك مقطع صوت على الواتس. او دايا ليكو حبيبي ابي يزن انا عم عاملك. فصل 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 اسمع بس اسمع الصوت دايا. حبيبي ابي يزن انا عم عاملك كاخ اخي بس ما بصير هيك. عم يطول بصير تسكر وجهي. افتح افتح الخط. استنى لا 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 بابا لو كانت البنتي هات المدري شو. بس اسمع يا زن انا عم عاملك كاخ اخي بس ما بصير هيك تسكر بوجهي بدون ما تقول لي شو السبب. لك هات يا بابا بدي اسالك بلا هذا المزح. ليك عم بعد عم يبعث مقاطع صوت ثاني. لا بدك تفش. بعد 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 واحد ثاني. لك اخي بس فهمني ليه عم تفصل وجهي. يا زهر لك عامل وانا ما عندي احكي معك. خلي اسمع صوتك. تسكر بوجهي بدون ما اعرف السبب. مزبوط كلامه. وقت لك هات لك. لا لا لك هات هات. طب روح نفذ العقاب تبع شهر. لك التلفون لك بعتنا له صور. يلا روح نفذ العقاب تبع شهر. اوكي شباب رايحين هلا ننفذ بسرعه العقاب تبع شهر. خليني لح اتصل باب عزام قبل ما ينام. يلا من عاد على السيارة خسلي له اياها للزلمة. مدي راسك. يلا واحد اثنين ثلاثة. وطي صوتك وطي صوتك. بس 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 طلعت اجت الشرطة. شهد 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 على الحمام بوجهي. روح اتصل اتصل فيه. الله يستر شباب راح ادق له لاشوف. اخي انا سامحته. شو؟ فصل بوجهه. حذرنا فصل بوجهه. لا حذرنا فصل بوجهه. عاد عاد بس عاد ما بدي اقعد. روي ابي يزن ابو عزام الملك حجي هينو ملك حجي سبع مرات عم تفصل لي اخي شو عندك بشرف يزن اخذ التلفون من اسمع شوي. اول شيء طلع مقلب. انا ماني اخوك منك. انا ماني صديقك اكيد. ايه بس هذا الشيء لانه كان في تحدي وجبرني اني احكي مع حد واقول له هيك هالكلمتين وسكر الخط. عرفت؟ يا عرفت انا بدي اعرف شو في الساعه 5:30 الصبح. لك ما في غيرك ما في غيرك تكون فايق. حكيني مدري ما عاد تسمع. تعتذر من عمولك. عم عزام انا ما دخلني ها. بعتذر منك هلا تواخذنا. لك يا عمو بسيطة بسيطة ما الحق عليك الحق اسمع كلمة دولة. اجباري لك شو انت بيهون عليك اكسر 5 بيضات على راسي يا عزام. لا والله اذا 5 بيضات حجي فيني قيمة على راسي يا عزام حبيبي. تحياتنا لك. دخيل روحك انت اخو بتعرف غالي علينا.